بين أسوار هذا الحمام المهجورة بقرية أوراس الميدة ببلدية حمام بحجر بولاية عين تيمشنت، قصة عائلة تعيش ويلة الفقر وقصص الرعب. فرغم قساوة العيش بداخله، إلا أن العائلة اختارت المكوث فيه على مجابهة ظلمات الشارع. كنت ساكنة في فيرما غبنوا، قعدوا لي برا قاع النهار، هما برا فنوا ما كاش لي يدخلهم ويأخرهم هكا. جيت سكنت هنا في الحمام، الله يكثر خير جوالينا حلوه لي، سكنت فيه هاك تشوفوا كاع مغطي بالكرتون، يرقدوا بالفيستات، الفيستات اللي يقروا بيهم ولا يرقدوا بيهم ببطاشيرهم دوبلي لهم، وكاع حكا تقولي ماما يا البرد ماما يا البرد، كيما بزوز باه يعيشوا. بصح انا ما عنديش، الا عطيهم كاس حليب نقول ما تزيدوش. بحرقة تروي الأم ما تشاهده العائلة من ظواهر غريبة داخل هذا الحمام المهجورة، ليزيد الفقر جرعة إضافية من معاناتهم اليومية. هذا الحمام فيه الماء بزاف وكلش مسكون، أنا شتهم أين نجمع نتعشى ولا نفطر ولا هاكا نتفرج، تنشوفهم من هاك مورايا في العفس هاكا نشوفهم كاع، ولا في الليل في الليزار حتى ولادي شافوهم. طالبه ونطالبه الناس الخير ما يعاونوني، كما قلت لكم لا نتعشى ما نفطر ولا نفطر ما نتعشى. انا اللي باغي محتاج ساكن لوليداتي باش نستفيد من ساكن لوليداتي يكونوا محميين، ونطلب يكون زعما الله يجعل ربي يكون في العون تاعي يعاونوني. عائلة تعاني الأمرين في مكان تغيب فيه جل مظاهر الحياة، ها هي اليوم تناشد السلطات المحلية وأهل الخير لإخراجها من هذا المكان المهجور.